تشري الموجود ساعة تشري اللي ما يتشريش اللي يتلوح يزمو يتلوح في الزبلة تشري انت بالفلوس ومفروض عليك ما يقارب 1% ولا 0 فاصل اللي يشريو النوار. ثم انه الناس ما تعرفش اللي فما الناس تبيع النوار. يقعد انت تخدم مع شكون مع الناس اللي يعرفوك ولا دبوش اوري ولا كذا بس المولو باساجي بارفوا ما يعرفش اللي فما فلوس في الفايت. كيما توا في الوقت الحاضر السوق الموجودة السوق الموجودة توا ماشي الناس ما تعرفش اللي فما سوق في الفايت. كان تدخل تعينوها تلقاو ما يقارب تهز 100 تاجر فيها 10 تجار و90 مسكرين. وي مرحبا بك. وبيك يعيشك بارك الله فيك. عرفنا بروحك يظهر لي عندك مدة طويلة في القطاع هذا. اي انا الولد نتاعي هو اللي يعمل السوق هذايا نتاع لفايات. نحن من القدماء بابا المؤسس نتاعو يعني نحن موجودين هنا من عام 28 الوالد و الواقع الفلوريست في تونس مشاكل نتاعهم خاصة ما حكيت لي في الاوف معناها برشا نقاط تستفاد. والله مشاكل الفلوريست قطاع مش منظم بالكل. قطاع مش منظم الفلاح ما يوفرش مثلا في السلع الباهية. تشري الموجود ساعة تشري اللي ما يتشريش اللي يتلوح يزمو يتلوح في الزبلة تشري انت بالفلوس ومفروض عليك لأنه ما عندكش اختيار. هذا مشكل من المشاكل. المشكل الثاني بون تقول واحد كان بالإمكانيات نتاعو يختار محل ويمشي يحل ويعمل باهي ايوا كثيرنا المحل اليوم المحل ولا هذه خدمة ماهيش كما تقول قهوة ريستورون غارونتي الفونت نتاعها. هذه خدمة معناتها في تونس ما يقارب 1% ولا 0 فاصل اللي يشريو النوار بحيث هذوما امتيازات بلدية عطاتهم للناس كما في العالم الكل مش معناتها حاجة اون اكسبسيون. الناس هذوما خدموا من القدماء مع اليهود ومع الفرنسيس ومع الطلاين في الوقت القديم وقعدوا هما يخدموا. بون فما ناس اخرين جاوا توا اما بالنسبه للسوق هذايا كيما نقولوا نحن كنا في نهج الحريه نهج تعدى منه السيارات الكل الناس الكل تعرف وكذا. جاء المؤسس نتاع الملكه هذيا اللي هي شامبيون كذا باتفاق مع البلديه خذاه وكذا وهيئوه لكن اختاروا باش يحطوا له في الليست في الشيرة في 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 زنقه اللي هي نهج فرعي مش نهج رئيسي اللي كنا نحن نورمالمون نطالبوا بالحق التجاري نتاعنا نحن لان كنا غاديك اسسناه خدمنا ما يقارب 60 سنه في يجي اليوم نحيك من الغادي وحتى كان هذا موضوع اخر. ثم انه الناس ما تعرفش اللي فما الناس تبيع النوار. يقعد انت تخدم مع شكون مع الناس اللي يعرفوك ولا دبوش اوري ولا كذا بس المولو باساجي بارفوا ما يعرفش اللي فما فلوس في لفايات. كيما توا في الوقت الحاضر السوق الموجوده نحن السوق الموجوده توا ماشي الناس ما تعرفش اللي فما سوق في لفايات لانها مسكره من جميع النواحي عندها مدخل واحد يدخل ولابروف كان تدخل تعينوها تلقاو ما يقارب تهز 100 تاجر فيها 10 تجار و90 مسكرين. هذا موضوع اخر. النوار في تونس كله مشاكل. الفلاحه برشا سكروا حكم الظروف نتاع كورونا وكل النظام القديم كان يستهلك برشا نوار والتوريزم كان قبل يخدم ويستهلك في النوار. توا ظروف اقتصاديه وجميع حتى الوتله عامل ديزيكونومي مع الشسرف وكان فما وتله من المستلزمات نتاعهم ما ينجم يكون عنده ليتوال كاتريام ولا سانكيام ليتوال الا ما يستعمل النوار. فهمت معناتها اوبسيون يدخلها باش يخوي يربح نجمه هذه بالنسبه للوتله كما في ريستوراسيون لوميريو سيرون زيدو نجمه على خاطر حاجات معينين قالوا خويا هذا واش نحب نقول لك البرسنتاج ده شايف تونس نتاع التوانسه ضعيف البرسنتاج نحكيو على اقبال المؤسس المواطن التونسي الذواق ويقبل عنده كل شيء لكن ما عندوش امكانيات. والنوار تسمى بارابور اللي نحن في تونس بارابور بوفار داشار نتاعنا تسمى غالي فهمت وما وجه زاد في العادات والتقاليد مناسبات معينه كواحد بريد انيفرسير عرس يستعملوا شويه نوار. اما كنظام وكواحد مهيئ من طرف البلديه بالكل ما فماش فماش نورمالمون نوار يجي في الواجهات. طيب غاديك وقت اللي بناو شامبيون الماده عريضه ما تقارب فيها 10 متر هي ستاند نتاع الفلوريست بثلاثه 3/2 يخدموا كانوا يحطوهم على الواجهه ومنظمين وتبدا حاجه حلوه ومزيانه كشك يختاروه الارشيتكتور نتاعو سواء تونسي سواء يقولوا نحن قلنا الومنيوم ولا كذا ولا كذا ويعملوا حاجه حلوه ويخلوا الناس تخدم في الواجهه مثلا.
توا حتى ما فيناش فرق، ما حد بخمم فيك. واحد ماضي نتاعي انا نتاع 60 سنه خدمه وكليانات، جاوا في نهار نقلونا هنا قتلونا نحن. كان واحد لاباس عليا عنده كهرباء ويصرف وقاري في اولاد واموره واضحه وصل. طب انت قلت لي قبيليك كنتم من الاوائل هنا في السوق، وانتم خلطتوا حتى على فتره انه تخلصوا الفرنسيس بالفرنك. اي هو عندي فين مدوا له الكرسي الكبير اللي عملوا. اي نحن خلصوا كنا بالفرنك الفرنسي، نحن قبل البلديه نحن موجودين. اي موجودين قبل بلديه تونس. فيهم الجديد، اي فيهم القدم وفيهم الجديد، مش كنا قدم. اي فيهم قدم وفيهم الجديد. حتى دي جون يحبوا يتعلموا الصنعه ذي. والله هذه في بالنسبه للخارج يقراوها قرايه، لانها متقدمه برشا في مراحل عده، من جملتها ديكوراسيون فلورال وكذا. واحد هنا في تونس فيها برشا صبر.